فين ما نجي ونقول الله يذهبك يا بليس يظهر لك انت باش تجي تكرفتني وتهز تحطني في البيرو ومن البيرو تدري جوخر ونكون في قلبه. يا عمار يا عمار يا عمار افهم شوي. آه. يهديك يا عمار راه موش نع نحط فيك في قلب. مالا منه؟ راه سيدي الخليفة يحكم ونين تمن. لا يا سيد لا يا سيد قول انت تهز للخليفة والخليفة يحكم. ما تهزنيش انت تو ما يلقاش علاش يحكم الخليفة. ما يجلس على شيء. هين عم سيطه. آه. هين عم سيد. يا عمار كي ما نجيبش نا وما نهزكش نا يبعثوا لك واحد آخر يا عمار. يا سيد يخطاني يا غط وإن شاء الله نتخبط. خلي يجيني واحد آخر. آه. والله العظيم. ترضاه يا عمار؟ ترضاه يجيك واحد آخر؟ هين عم ويهزني واحد آخر. آه. والله. وكي ما يجيكش أنا نتحمص ونموت في بقعة يا عمار. لا. لا بس. تو ترضاه ولد عم يجيك واحد آخر ويهزك ويسلفك ويخبط ويقد. ويحط في قلب وما هزكش نا ولد عمك. أما خير يا عمار أما خير نسلسلك نا ولد عمك ولا سلسلك واحد براني. أما خير يكسلك نا كرايم كل دعمك كل واحد براني. خير يا عمار أما خير أما خير نحطك نا في السلون ولد عمك كل واحد براني يا عمار. يا ودي ناش مهمني فيك ولا في البراني نا اش ملزني ليكم واش ملزكم لي يا رسول الله. يا عمار والله العظيم ليه عمار؟ مش مجيبكم أخي خليشني واحد براني يقيني أنت عمار ترضاه وليد عمك عمار ما خير القراض نعلقونا ولا يعلق واحد براني عمار. كيفاش يا سيد طه؟ ليه ما تحرمني من قراض ليه أخي ليه؟ أيوة صار قلت لي من الأول وليد عمي في حبة تفهم أنت عمار أنت مش قداري على البيان صار أنتم تترقوا على حساب تكسير كرايم العباد.